عبدالله السنوسي كان مفتاح لحلول أغلب المشاكل في ليبيا. نناشد الحكومة من عند سلطة القرار في ليبيا الحقوقي والسياسي أن ينظر لحالة عبدالله السنوسي ويأخذها بعين الاعتبار. عبدالله السنوسي لازم يرجع لأهله وذويه. نحن أبناء فزان بجميع مكوناته نناشد النائب العام وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل والمجلس الرئاسي ومنظمات حقوق الإنسان ومن جميع الجهات المختصة بالإفراج الصحي عن السجين، وذلك لتردي حالته الصحية. ومن هنا كما نبين لكم حساسية الموقف الآن وحالة الاحتقان التي تسود الشارع الفزاني. لذا نطالب من جميع الجهات المختصة أعلاه تدارك الأمر على وجه السرعة والنظر في مطالبنا وأخذها بعين الاعتبار